هذا العلم ردا على الكيان الصهيوني الذي رفع العلم في حارة المغاربة. أيوة. فلسطين حاضرة في وهران وفي قلب وهران. فلسطين الشهداء. فلسطين. الله يسعدك. يا إلهي. فلسطيني فلسطيني ان شاء الله. انا مش شايفه اخره العلم. واو. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو عنا من الجزائر، واليوم حنشوف فلسطين حاضره في افتتاح العاب البحر الابيض. كيف فلسطين حاضره؟ خليكم معنا، خلينا نشوف هاي الفيديوهات ونشوف كيف فلسطين حاضرة رغم أنها مش مشاركة. يلا. افتتحت رسمياً الدورة 19 لألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، والتي تستمر منافستها حتى الخامس من الشهر المقبل. ورغم غياب فلسطين عن المشاركة في الدورة، إلا أن العلم الفلسطيني وهتافات آلاف الجزائريين كانت حاضرة في ملعب الافتتاح. وهتأف آلاف من الجزائريين معبرين عن حبهم وتضامنهم مع الفلسطينيين، ورفعوا الأعلام الفلسطينية مرددين جملتهم المشهورة فلسطين الشهداء. المئات من سكان مدينة وهران الجزائرية ينظمون وقفة داعمة لفلسطين قبل انطلاق بطولة الألعاب المتوسطة وهران 2022. نظم المئات من سكان مدينة وهران الجزائرية التي تستضيف بطولة الألعاب المتوسطية وقفة رمزية تكريما لفلسطين وشعبها وعاصمتها القدس في إحدى الساحات تحت عنوان فلسطين في القلب، القدس في القلب. وقال بعض المشاركين في الوقفة الرمزية أن فلسطين لن تشارك بشكل رسمي في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ولكن فلسطين حاضرة دائما في قلب الجزائريين، ولا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يلغي القضية الفلسطينية. كما حمل المشاركون علما عملاقا لفلسطين وسط هتافات وكلمات لفلسطين. خلينا نشوف في الأول الوقفة هاي، بعد هيك نشوف كمان الافتتاح. يلا. ما شاء الله. بحنية. بيقطعوا بالأغنية عشان عليها حقوق طبع ونشر. ما شاء الله. فلسطين حاضرة في الألعاب المتوسطية، وهذا العلم ردا على الكيان الصهيوني الذي رفع العلم في حارة المغاربة. أيوة. في قلب وهران. فلسطين الشهداء. فلسطين. الله يسعدك. فلسطين في القلب. فلسطين في الوجدان. فلسطين في قلب وهران. هو الشعب الجزائري يقول كلمته، فلسطين في القلب. حتى وإن لم تشارك بشكل رسمي، فهو علمها أكبر علم متواجد في ساحات وشوارع وهران. فلسطين الشهداء. وأنتم في القلب. وكما هي. والله. وكما هي وهران في القلب، كذلك القدس في القلب. أخذ دمع. يا إلهي. ناديني. فلسطيني فلسطيني. إن شاء الله. أنا مش شايفة آخره العلم. واو. هلا حنشوف الافتتاح.
اشهد الحلاوة، اشهد الجمال، اشهد الحب، اشهد الطاقة. الله يسعدكم شعب الجزائر، أهل الجزائر، الله يسعدكم يا رب. الحفل مشاهد ولوحات تتبعها أنغام ورقصات بطبوع جزائرية، كوليغرافيا وإنفوغرافيا وأضواء وصور جوية بالطائرات دون طيار، الدرون التي وصل عددها ليلى إلى 500 درون حاضرة لرسم صورة جميلة، كوريغرافيا أجمل، وبمشاركة أزيد من 500 راقص وراقصة بعشرين لوحة. حسان، حفل قسم على ثلاث محاور أمام هذا الجمهور الغفير الذي ملأ مدرجات ملعب نيبوت. فلسطين فوق. ألف ألف تحية من غزة لأهل الجزائر ولشعب الجزائر. زي ما شفنا، فلسطين والقدس في قلب وهران الباهية. دائما دائما الجزائريين في كل مناسبة بيرفعوا أعلام فلسطين وبيذكروا فلسطين، دائما دائما في الملاعب، في أي مناسبة، في كل موقف بنلاقي الجزائريين بيرفعوا علم فلسطين وبيذكروا فلسطين. تحياتنا لأهل الجزائر وتحياتنا لكل الأشياء اللي بتعملوها، شكرا جدا جدا لكم. تحياتي لشعب الجزائر، تحياتي لكل الشعوب العربية الحرة. بس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لنا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وانشروا هذا المقطع في كل مكان، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة، الروابط في صندوق الوصف، ودمتم بأمان الله ورعايته. سلام.